التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية خلال زيارته لجناح بلاده المشارك في إكسبو 2020 دبي. وتناول اللقاء كافة الموضوعات التي من شأنها تنمية وتطوير العلاقات مع نيجيريا ومد جسور التعاون الفاعل مع هذا البلد الصديق.